سيادة اللواء الدكتور محمد رضا الفقي كبير الأطباء النفسيين بالأكاديمية العسكرية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا عمرو بيه. أهلا وسهلا وتحياتي ليك ولبرنامج الحكاية وللأساتذة المحترمين الأستاذ الدكتور محمد مهدي والأستاذة الدكتورة هبة قطة. أهلا بحضرتك. أهلا الاستماع يا فندم أخباره إيه؟ دكتور محمد يا فندم كبير الاستماع هل في العلاقات الزوجية هل انت شايف انه الناس بتسمع بعض فعلا؟ طيب ده سؤال جميل. انا عايزك تديني مساحة دقيقة هقول اللي انا عايزه كله. فضل. اول حاجة هو احنا بنسمع بعض اصلا في الحياة الشارع؟ يعني هو المصريين بيعرفوا يتكلموا لما الازواج هيعرفوا يتكلموا؟ هي دي نقطة مهمة. الناس ما عندهاش ثقافة الحوار اساسا. أيوة. الحوار دايما هو في حد عايز يسيطر على الكلام والتاني لازم يسمعه. كل واحد بيمتلك الحقيقة الكاملة. هي دي المشكلة بقى. والحوار بيتحول حتى في المنزل بين الزوج والزوجة لواحد يا إما بيدي نصح أو بيدي أوامر والتاني يسمعه يا إما التاني يفرض وصاية عليه وهكذا. يعني هي برضو صراع. الحاجة التانية انتقاء التوقيت للكلام. ما هو اللي حضرتك أشرت إليه ده جميل جدا. يعني مش معقول راجل يبقى جاي آخر اليوم خلصان من شغله وبعدين تبدأ الزوجة وهي بتتكلم معاه عشان تقول له نوع من المشاكل الكثيرة هو بينام منها. هو بالظبط كده وينام منها وتبقى الليلة باظت كده وكله تمام. أدي حاجة. الحاجة ما يا فندم سيادة اللواء ما هي بتقول له إيه؟ أكلمك بالليل تعبان، أكلمك بالصبح رايح الشغل، أكلمك الدور مشغول، يعني أكلمك وقت الأجازة عايز تستريح، أكلمك إمتى يعني؟ يا فندم في اجازات وفي حاجة اسمها إن هو زي ما الناس بتتكلم مع بعض طول النهار على الواتس وفي التليفون، مرة على التليفون ومرة على الواتس، يبقى الحلاقة حلوة وتبقى قايمة كويس عبال ما يرجعوا يعرفوا يتكلموا. الحاجة التانية اللي حضرتك ابتديت بيها البرنامج قضية العياط اللي عند الستات أكتر وهما الاتنين أساتذتي المحترمين ما ردوش الرد اللي نفسك تسمعه أو ما أشبعوش الحتة دي مظبوط أو ما قالوها بطريقة علمية وجميلة. لكن في نقطة خطيرة إن العياط عندنا موروث، موروث ثقافي. الست تعيط عشان تتدلع، الست تعيط عشان تاخد بنت أكبر عشان ده يعني سلاح. البكاء سلاح. طبعا ووسيلة انتصار وقت اللزوم في بعض المواقف، مش موضوع بس فص في المخ والكلام اللي قاله الدكتور مهدي حبيبي وأستاذي، لا يعني هو في جانب آخر كتير جدا وهو أن ده موروث ثقافي لازم يتقام به. يعني عشان القضية تمشي هو الراجل والست بيعيطوا ما حصلش حاجة، بس الفكرة ده فين مكانه؟ يعني دي نقطة مهمة قوي. فالتوقيت وطريقة الكلام مهم جدا. أنا أول ما الست تعيط بينتهي الامر بالنسبه لي خلاص، يعني ما يعني بتنهار الراجل ينهار اول ما الست تعيط، وبتضايق جدا لما الست تعيط مني. يعني خلاص انت عشان قلبك رهيف بس يا استاذ. والله قلبي خصايه يا فندم. في ناس قلبها جامد قوي ولا بيهمهم حاجه والعمليه تبقى على الاخر. لكن هي بصراحه لابد يبقى اللي قالته بقى الاستاذه هبه، احنا لو نيجي برضو يعني العلاقه اللي بين الرجل والمراه الحميميه دي اللي دايما نجيب سيرتها، السؤال برضو هو العلاقه الحميميه دي بتيجي فجاه كده؟ هو ده معاد التمرين في الجيم وفي مدرب وهنعمل تمارين؟ هو مش كل حاجه ليها تمهيد. هو التمهيد ايه غير الكلام؟ هو مش ولا الناس تبتدي تتكلم في مشاكل ومواضيع مزعجه وبعدين تنتهي بعلاقه حميميه؟ ولا عمره هيبقى فيه لا حميميه ولا غير حميميه. لا بس في ناس يا فندم بتقول ايه؟ انه ده احسن وقت للعلاقه، يعني اول ما يتخانقوا ممكن يحلوا الموضوع بقى في اوضه النوم خلاص. ما يبقى انتهى الكلام برضو كده، ما عادش فيه كلام. هو كان مش مهم في اللحظه دي. وكده الحاجه الثانيه برضو المواضيع اللي ليها اهميه. يعني انا النهارده لما اجي اكلم مثلا راجل عنده علم او وقته مشغول، تيجي لما تيجي تكلمه في المكياج ما ينفعش، تكلمه في الطبيخ ما ينفعش. يبقى لازم يكون في مساحات مشتركه عشان الحديث يتم بشكل كويس وجميل ويبقى في تجديد للعلاقه ويبقى في صداقه وتفاهم. سياده اللواء الدكتور محمد رضا الفقي استاذ الطب النفسي بشكرك شكرا جزيلا.